سؤاله الأخير يقول: هل يجوز للإمام القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ هذا يعني ورد عن بعض السلف وأفتى به كثير من أهل العلم وتسامح فيه كثير من أهل العلم بشرط ألا تكثر الحركة. وطبعا يعني إذا كان هذا يؤثر على خشوع الإنسان ويصبح يعني كل همه أن يكمل الختمة ويشغل باله وقلبه وفكره في قلب الصفحات وقراءة الحروف، فهذا يعني لا ننصح به. لكن إذا كان هذا يعني يعينه على القراءة وحضور القلب وعدم يعني تشتت الذهن ويعني إجهاد الذهن في استحضار الآيات ويعني على حساب الخشوع، وكان هذا يعني لا يؤثر على خشوعه ولم تكثر حركته ورأى أن يأخذ بهذا القول، فلا بأس، يعني الأمر واسع، لا سيما وأن الأمر متعلق بصلاة نافلة وتطوع. نعم، أحسن الله إليكم.